فبي تي اس هم أول فرقة كورية تحصل على شهادتين ذهبيتين من قبل RIAA. هالشي أكيد، فأغنية DNA حصلت على الشهادة الذهبية من قبل رابطة صناعة التسجيل في أمريكا وهي RIAA. فقام الموقع الرسمي لـ RIAA بالتحديث بأن أغنية DNA لفرقة BTS من الألبوم المصغر Love Yourself Here حصلت على الشهادة الذهبية وفقا لمعاييرهم، واللي تنص على أنه يجب على الأغنية تحصل على ما يتجاوز 500,000 وحدة. وبها الشيء أصبحت فرقة BTS أول فرقة كورية تحصل على الشهادة الذهبية من قبل RIAA مع نسخة الريميكس لأغنية مايك دروب. فلغاية الآن BTS أصبحوا الفرقة الكورية الوحيدة اللي تحمل شهادتين ذهبيتين. واحتفالا بهالمناسبة التاريخية، قام الأرميز برفع هاشتاج DNA went gold لمشاركة الفرقة بفرحتهم، وفورا وصل هالهاشتاج خلال ثواني للمركز الثاني في الترند العالمي بتويتر. فتهانينا لـ BTS والأرمي على هالإنجازات.